نشوف يا رؤية طالبة في الثانوية العامة. رقية أهلا بيكي، أهلا وسهلا. قوليلي بتعيشي أجواء الثانوية العامة إزاي السنة دي؟ هي لحد دلوقتي الواحد كان خايف وقلقان ومتوتر من الامتحان، بس ودخلنا امتحنا عادي. بس المشكلة ان احنا بعد ما خرجنا عرفنا نتصرف، واللي هو ايه، كان في ناس كتير ما عارفة الإجابات وكده، و يعني ايه ناس عارفة الإجابات كان معاها إجابات 3 أسئلة من الامتحان، الأدب والبلاغة وانتوا وكده. قاعدين كده، هم طلعوا الإجابات وانتوا قاعدين لا، ده معاهم من قبل ما يخشوا اللجنة، قبل ما تخشوا اللجنة، كانوا حافظينها. ولقيتي فعلا لما دخلت اللجنة لقيتي الأسئلة دي نفسها في الامتحان؟ لا والله انا اصلا ما كنتش اعرف، اللي هو انا مش مصدقه دول، يعني اكيد بيفتوا، اكيد يعني ازاي هيجيبوا انت الامتحان. قلتي ده اكيد يعني تخمين، يعني زي الناس اللي كانت بتخمن دايما يقول لك ده الامتحان يعني اللي هو ايه، مش مصدقاهم يعني. لكن دخلتي قلت لقيتي هو بلغة. ده الامتحان، 3 أسئلة فعلا يعني بالإجابات النموذجية كمان. بالإجابات النموذجية. إحساسك بقى أنت إيه بقى كطالبة بتذاكر؟ أنت بتذاكري ولا بتعتمدي على نفس الوضع؟ لا والله أنا من أول السنة بذاكر، طيب واللي هو عمالة أحل كذا امتحان الواحد بقى عشان مش عارف، الواحد يعني ما متعبش بتعمليش من الامتحان. برشام ولا بتغشي ولا الكلام ده؟ لا طبعا، يعني دي اللي هي ثانوية عامة، ده مش هيفيدني بحاجة أضحك على نفسي طب وأخش. احساسك بقى انت ايه بقى طالبة بتذاكر وداخلة والامتحان انت شفتيه مع الطلبة قبل ما يدخلوا الامتحان؟ مهزلة، اللي مش مصدقة يعني ده ايه ده. بيعمل لك احباط؟ انا مش عارفة اصلا، يعني خايفة بقية المواد اجي اقعد اذاكر وتتسرب، وفي الاخر احنا اللي هنتظلم في التنسيق والدرجات تعلى في التنسيق، ومش هنعرف نخش اي طبعا كلية. اللي واخد الإجابة النموذجية ده هياخد مكانك ومكان أي حد متفوق في التنسيق. ايوه، في الاخر يعني بيضغطوا علينا وخدوا الإجابات ويجيبوا الدرجات جاهزة كده من غير تعب، وكمان هيخشوا الكليات اللي احنا بنحلم طبعا بيها. طبعا بيطلعوا لك لسانهم طبعا ويقولوا لك خلي المذاكرة تنفعك. يعني هيقولوا لي والله يا جماعة يعني هم الأوضاع معاهم حق. المقلوبة. يعني اتفضلي وهي انت ده عامل لكم إحباط. عامل لها هو بجد، اللي هو اتقفلنا، وكمان امتحان الدين اللي اتلغى، احنا قاعدين مستنيين في اللجنة الامتحان بيقول لنا لا خلاص روحوا، نروح انتوا بتهزروا. محدش كان مصدق اصلا. ده كمان لما تدخلي امتحان ويقول لكم اتلغى الامتحان ده بيعمل لكم حالة لخبطة وتوتر إضافي يعني. يعني مش عارفة اصلا يعني ازاي يتسرب واحنا جوه، يعني اصلا ما كناش عارفين، احنا قاعدين مستنيين الامتحان وكنا بنراجع في البريك على البينا. انتوا عندكم انجليزي بكرة ولا ايه؟ ان شاء الله طب الانجليزي. الصفحة اللي عاملين اللي هي الشاومينج اللي عاملين الغش اللي هم بيطلعوا الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي كاتبة الحمد لله وصلنا الآن نماذج الإجابات الخاصة بامتحان الصف الثالث الثانوي امتحان اللغة الإنجليزية، نموذج الإجابة هينزل في الوقت المناسب. يعني هم ما بينزلوش في أي وقت، بيقول لك ليه؟ لا علشان ما يغيروش الامتحان. البوست ده لازم يجيب 1000 لايك علشان الناس تعرف إن الصفحة البديلة لسه شغالة، لانه طبعا كانت الداخليه اعلنت عن القبض على الأدمن بتاع الصفحة. فهنا عملوا صفحه بديله على طول. الغش لا يستسلم ابدا يا رؤيه. لا طبعا، ده يعني بيضيعنا، يعني هو بيعمل للناس اللي هي ما ذاكرتش خالص، ويضيع مستقبل للناس اللي كانت قاعدة بتذاكر. يعني مش فاهمة هو مستفاد ايه كده، ده بيستفيد ظلم ايه؟ بجد. انه بيحطم المنظومة التعليمية، لان الامتحان ده هي حصيلة جهد البشر. اصلا يعني كمان كنت حد يقول ايه، انا معايا الامتحان، اللي عايز الامتحان يجيب لك، يبعت كارت شحن 100 جنيه واديهوله، وحاجات كده لا غريبة. لا يعني ايه بعتيلي كارت شحن ب100 جنيه ويديلك الامتحان؟ لا هما كاتبين، بس انا ماليش دعوة، انا ما بكلمش الناس دي، اللي هو في جروب، يعني طيب الجروب بتاعت الثانوية وكده كانوا منزلين الحاجات دي.
انتوا ربنا يكون في عونكم يا رؤية. طب خليني قبل بس ما 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 ما, ما